صاحب الأمر. نقرأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تقطع عنا رفدك، اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك بك وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه. نقرأ في العقبة الثانية، وهي عقبة التوبة، بعد أن انتقل من العقبة الأولى التي تقابل الإنسان وهي عقبة العلم، ها، إنه أول حاجة بيعلم إن في إله، فمن بيعلم في إله ينتقل للعقبة الثانية وهي التوبة. الله، ده أنا كنت برتكب بلاء، وكنت معرض عن الطاعات، وكنت متلبس بالمعاصي، أو حتى كنت مش معرض ولا متلبس بالمعاصي، إلا أني كنت غائب عن الله تعالى. فيبتدي يحصل بعد كده العقبة الثانية وهي عقبة التوبة. العقبة الأولى وهي عقبة العلم يسبقها عقبة اليقظة، عقبة اليقظة، واليقظة أن يلتفت الإنسان من غفلته التامة إلى وجود الإله، وإلى أنه مأمور بأن يأتمر بأمره وأن ينتهي بمناهيه. فيستيقظ الأول، وبعدين بعد ما يستيقظ يبتدي يعلم، وبعد ما يعلم يبتدي يتوب عما مضى من أحواله. والتوبة هذه دي درجات، كما قلنا أن كل مقام أو حال من الأحوال إذا صار مقاما يوصلك في الآخر إلى مقام الصديقين وإلى حضرة الشهود. كل شيء، كل صفة حميدة توصلك إلى حضرة الشهود وإلى مقام الصديقين. فممكن واحد يفضل يستمر في التوبة طول حياته، فيصل بهذا باستمراره في التوبة إلى الرقي، لأن التوبة إما لمحو الذنب أو لرفع الدرجة أو للتطهير، لرفع الدرجة أو لمحو الذنب أو التطهير أو لرفع الدرجة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: العقبة الثانية وهي عقبة التوبة. ثم عليك يا طالب العبادة، دي كلها بيعتقد المقصد عند الإمام الغزالي ووضحه أن المقصد إقامة النفس في عبادة الله تعالى، ده المقصد وليس المقصد أي شيء آخر. فدي أشياء بتمنع، فالعقبات دي بتمنع الإنسان من كمال العبادة والحضور فيها. ثم عليك يا طالب، فالمقصد هو عبادة الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم عليك يا طالب العبادة، وفقك الله تعالى بالتوبة، وذلك لأمرين: أحدهما ليحصل لك توفيق الطاعة، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عز وجل والمصارعة إلى خدمته، لأن ثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات، وأن الإصرار على الذنوب مما يسود القلوب فتجدها في ظلمة وقساوة لا خلوص فيها ولا صفاء ولا صفاوة ولا لذة ولا حلاوة، وإن لم يرحم الله فستجر صاحبها إلى الكفر والشقاوة. فيا عجبا، كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة،
وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة، وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات. ففي الخبر عن الصادق المصدوق رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتني ما يخرج منه. فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل؟ فلا جرم لا يكاد يجد المصر على العصيان توفيقا، ولا تخف أركانه لعبادة الله تعالى، فإن اتفق فبكد لا حلاوة معه ولا صفوة، وكل ذلك لشؤم الذنوب وترك التوبة. ولقد صدق من قال: إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول، قد كبلتك خطيئتك. فهذه والثاني من الأمرين إنما تلزمك التوبة لتقبل منك عبادتك، فإن رب العالمين لا يقبل الهدية. وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم، وعامة العبادة التي تقصدها نفل. فكيف فإن رب الدين لا يقبل الهدية، وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم، وعامة العبادة التي تقصدها نفل. فكيف يقبل منك تبرعك والدين عليك حال لم تقضه؟ وكيف تترك لأجله الحلال والمباح وأنت مصر على فعل المحظور والحرام؟ وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه وهو العياذ بالله تعالى عليك غضبان؟ فهذا ظاهر حال العصاة المصرين على المعصية، والله المستعان. قال العقبة الثانية وهي عقبة التوبة: ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله تعالى. قلنا المقصد هو العبادة كما ذكرنا. ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله بالتوبة، عليك بالتوبة، وذلك لأمرين: أحدهما ليحصل لك توفيق الطاعة، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان. التوفيق هو أن يخلق الله تعالى القدرة في العبد على أن يطيعه، ده معنى التوفيق. فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، والخذلان عكس التوفيق، وهو أن يخلق الله تعالى في العبد القدرة على المعصية، ده معنى الخذلان. والعصمة هي ثالث الأشياء في التعريف هذا، يبقى التوفيق والخذلان والعصمة. ألا يخلق الله تعالى فيك القدرة على المعصية، ده معنى إيه؟ العصمة. فيتحصل الإنسان بالتوفيق للطاعة بإيه؟ بالتوبة. خلاص. وأن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عز وجل والمسارعة إلى خدمته. القيد، الذنوب تقيد الإنسان فتمنع من المشي إلى طاعة الله عز وجل والمسارعة إلى خدمته. تجد النفس ثقيلة على الطاعة، الطاعة ثقيلة على النفس. مولانا أنت بركة يا مولانا، ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب يا رب. ازيك حبيبي؟ بسم الله ربنا يشفعك، ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها واهلها اجمعين. اللهم امين امين. وان قيد الذنوب يمنع من المشي الى طاعة الله عز وجل. يمنع من الطاعة، خلاص، اللي قيد الذنوب.
والمسارعة إلى خدمته، أي المسارعة إلى خدمة الله تعالى، لأن ثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات. تلاقي الذنوب تمنع الإنسان من أن يسعى في الطاعات، لأن ثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات، وأن الإصرار على الذنوب مما يسود القلوب. الله، فتجدها في ظلمة وقساوة لا خلوص فيها، لا إخلاص فيها، ولا صفاوة ولا رقة فيها وصفاء، ولا لذة ولا حلاوة. ولذلك الأحاديث واضحة في ذلك، أن كيف يسود القلب. حديث مسلم أنه إذا فعل العبد معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب محيت. خلاص، وإن المعاصي تترى على القلب ها عودا عودا، خلاص، حتى ينقلب إلى قلبين، يصير القلب إلى قلبين، قلب أبيض إذا كان بيستغفر ويتوب دايما عن الذنوب، أبيض كالصفا، خلاص، يعني زي إيه الرخام الناصع الرقيق الناعم، خلاص، فلا تؤثر فيه المعصية. وقلب أسود ها كالكوزي مقلوبا مجخيا، ها لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، يصير إلى قلبين. فالتوبة بتمحو الذنوب من القلب فتجعل النكتة السوداء تزول. أما لو جت النكت سوداء كثيرة فيسود القلب. ولا وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ ربنا يشفعك نورك يا مولانا، يصلح حالك يا رب، ربنا يتقبل يا رب منا منك، امين يا رب العالمين. حتى يصير اسودا مربادا كالكوز مجخيا. نعم، هما دول ستة انواع من القلوب، فبتختلف ستة او خمسة انواع من القلوب، لان في قلب موجود وسط بين الاثنين، وفي قلب ترجح الى جهة الطاعة، وقلب ترجح الى جهة المعصية. ففي قلب اسود خلاص ده اتختم عليه بالسواد، ها، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص ده ختم على قلب. او قلب ابيض بقى، الا من اتى الله بقلب سليم، اللي هو بيتوب دايما. وفي بقى قلب في النص متردد بين ايه هذا وهذا، ساعات يستغفر ويمحو المعصية وساعات ما يستغفرش، فتلاقيه ايه في نكت سوداء ونكت بيضاء، خلاص، وابيض لكن في نكت سوداء، وقلب غلبت عليه النكت، غلبت عليه البياض، غلب عليه البياض بانه بيستغفر ويتوب كثيرا لكن برضه لسه في ذنوب، خلاص، وقلب غلب عليه السواد بان النكت السوداء الكثيره موجوده فيه، خلاص. فدي انواع القلوب. لا، دي معنى ثاني خالص، وهو أن يجمع بين تركيزين عاليين في ذهنه كأنه شيء واحد، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يجمع بين التركيزين. يعني إيه؟ نزلت هذه الآية في رجل كانوا يقولون له أن له عقلان، هذا الرجل له عقلان، مش فاكر، واحد من الكفار. ففي أحد الغزوات ها انتصر فيها المسلمون أظن في بدر أو كده، وجدوا يحمل نعله في يده ها ويلبس نعل واحدة ويبحث عن النعل اللي في يده، وكانوا يقولون له أن له قلبان من شدة إيه وعيه وتذكره الأشياء، وأنه ممكن إيه يرد على ذهنه شيئان في وقت واحد بنفس درجة الأهمية، نفس درجة التركيز. فوجدوا أنه بيدور على النعل وهو في إيده، فقال هذا الذي يزعم أن له قلبان أو يزعم أن له قلبان، فأنكروا عليه كده. قلبان يعني قلب مؤمن وكافر في نفس الوقت، قلب عاصي وطائع في نفس الوقت من جميع الجهات، فاهم؟ اللي هو التنافي العقلي ده، التنافي العقلي ده مش موجود، خلاص. لكن يرد بان تكون في صوره غالبه وصوره اخرى موجوده، وصوره اخرى مندرجه تحت الصوره الغالبه دي، ماشي. زي ايه؟ واحد وهو بيصلي عارف ان هو في الصلاه، فده الغالب على ظاهر حاله الصار، لكن ترد على ذهنه افكار كثيره جدا، فهل هذا يعتبر مش صلاة؟ لا، في صلاة، وهو ما دام محافظ على أداب الصلاة ومستقبل القبلة وعارف أنه في صلاة، فده الظاهر على إيه؟ على على إيه حاله أنه إيه مستحضر معنى الصلاة، وده الغالب، والصلاة صحيحة بكده. وإن كان ترد أفكار قد تخرجه عن التركيز وعن الـ 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 أي شيء،
واضح؟ لكن هذه الافكار لا تؤثر في صحه الصلاه باعتبار الغالب عليها. يبقى في صورتين في الذهن، صوره حاضره ظاهره وصوره باطنه غير مؤثره في الصوره الحاضره اللي هي ما يرد من صور اخرى، وده موجود. يعني بعض المحدثين كان يعني يروى عليه الحديث وهو ياكل، فجمع بين حاجتين، الاكل وانشغال البدن انشغال الفم بالطعام، ويروى عليه الحديث وهو واعي، بشرط لو اخطا الثانيه هيرده بالفعل، ويبقى الاصل فيه كمان ان هو ايه حاضر. وبرضه كذا عالم من العلماء كان كده، يبقى حاضر صورتين معاه لكن في صوره غالبه، لكن ان يكون صورتين غالبتين في وقت واحد لا، ده مستحيل. خلاص. لا، حسب بقى ما يجاهد. لو جاهد نفسه هيرتقي الاسود الى الابيض، يروح لحائره الوسط والتردد وبعدين يرتقي الى الابيض. لو تركه خالص هيبتدي ينحرف ويزداد في السواد الى ان يصل الى الاسود المرباد. هم اصلا حتى الاحاديث تدل على انهم قلبان باعتبار النهايه، لو ليس باعتبار البدايه. باعتبار البدايه ان هو ايه، باعتبار البدايه والسلوك تنقسم للخمسه. ماشي، اتضح؟ لكن طالما انك انت يعني بتحس برقه في قلبك وانك مش قاسي، ها، وتحس ان في اخلاص لله تعالى، وتحس ان في صفاء في بعض اللحظات او في وقت كثير بينك وبين الله تعالى، ها، وبعدين في بعض الاحيان بتحس بلذه العباده والخشوع، وتحس بحلاوه العباده في بعض الاحيان وتشتاق اليها، فده دليل على انك انت ماشي في الطريق الصح. ماشي، يبقى انت مش دليل على ان التاني ده بتلاقي على اقل مقصر في اركان العبادات، الصلاه والصوم والزكاه والحج، ده اللي هو غلب عليه السواد، وتلاقيه قد يرتكب الموبقات فيغلب عليه السواد. ماشي، وان لم يرحم الله فستجر صاحبها الى الكفر والشقاوه. ان دي من باب استدراج الشيطان حتى يجر الى الكفر ايه والشقاوه، اللي هي بترك الواجبات والمأمورات والأركان وفعل المعاصي والكبائر والموبقات. فيا عجبا، كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة؟ شؤم المعصية بيظهر عليه، تلاقي ايه أخلاقه بقت رديئة، عصبي، يتكلم بكلام لا يليق، ها، وأيضا ايه تظهر قسوة قلبه بأنه ايه لو رأى شيئا فيه من الرحمة فلا يتأثر به. وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة؟ الله الله، كيف يدعى إلى خدمة الله تعالى القيام في مقام العبودية من هو مصر على المعصية، عنده إصرار على المعصية، والإصرار على المعصية يدل على إقامته على أنه مقيم على الجفوة بينه، أن يجعل جفوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، جفاء، إعراض، ها. فيبقى هنا ده بيدينا الضابط اللي هو الميزان بصفة دايمة، وهو ميزان الشرع. فإذا أنت كنت في الطاعة اعلم أنك أنت إيه إن شاء الله مرضي عنك ومقبول، لأن أساس توفيقك للطاعة هو خلق القدرة، أن الله خلق فيك القدرة على أن تطيعه، خلق فيك القدرة على أن تطيعه سبحانه وتعالى. فده يبقى يدل على معنى الرضا، وأنه وفقك كمان بأن قمت وأطعت، ها، ولو ببدنك، فده توفيق، أنه على الأقل عصمك من أسباب الإيه الخذلان. خلاص. وأيضا بعدك عن المعصية يدل على أنك إيه حرمك من المعصية حتى لا تكون في غضبه، منعك من المعصية أي الخذلان حتى لا تكون في غضبه، فيدل ذلك على عدم وجود الجفوة، أن توفق للطاعات وتنتهي عن المعاصي، يبقى ده المدار. خلاص، ودل عليه المدار كله. وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة أي بينه وبين الله تعالى؟ وكيف يقرب للمناجاة من هو مترتق بالأخدار والنجاسات؟ هو بيبتدي كأن الشيخ يرتقي من حال لحال، ازاي هو مش قائم في الطاعات ومنتهي عن المعاصي، ها، ومصر على المعصية ومقيم على الجفوة وعايز يقرب من رب العالمين،
وبعدين لا الاول كيف يوفق للطاعه وهو في من هو في شؤم وقسوه، اذا ايه التوفيق للطاعه اول حاجه. طيب وكيف يدعى الى الخدمه من هو مصر على المعصيه ومقيم على الجفوه، ده ضد الطاعه ماشي. طيب لو هو تحقق بالاثنين دول وتركهم، ترك المعصيه والتبس بالطاعه، وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطق بالأقدار والنجاسات، إن بقى عايز بقى يرتقي ويصل إلى مرحلة المناجاة. شوف المناجاة بيعتبروا إيه، المناجاة دي بتكون دايما معناها إيه، شيء يبين احتياجك وذلك وفقرك وعبوديتك لله تعالى، تلاقي كل المناجاة بتاعت العلماء كده خلاص. فدي ده معنى منزل القرب، ده منزل من منازل القرب العالية، أن تناجي ربك، يا ربي ماليش غيرك، يا ربي ما لي رب سواك، ها؟ سبحان من لا ينساني، وهكذا. فالمناجاة دي ده نوع عالي راقي جدا من نتاج العبادة الصالحة وترك المعصية التي تكون قد أقامك الله فيها. خلاص، وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات، يبقى بيعتبر إيه؟ المعاصي أقدار ونجاسات، فكيف يقرب المناجاة إلا بعد أن يتطهر، أي من المعاصي والنجاسات بقدر إمكانك، مش حد معصوم طبعا إلا الأنبياء والمرسلين خلاص. ولكن كلما قربت كلما ازدادت عصمتك وقربك من العصمة الجائزة أو الحفظ من الله تعالى، فيحدث عندك إيه التفرغ وخلو القلب لتحقق مقام المناجاة خلاص. زي مناجاة سيدنا ابن عطاء بعد الحكم العطائية تكلم عن المناجاة ربع الكتاب تقريبا. وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة، وكيف يقرب أي يقربه الله تعالى للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات. لكن هذا المعنى في استحضاري في قلبي المطلوب، أن كلما أنت تواضعت لله كلما رفعك، من تواضع لله رفعه أي قربه إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هجاوبك ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، كان ورد سؤال: ما معنى حديث استفت قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك؟ هذا الحديث يقول عنه أولا العبد الفقير، عمل بحث في هذا الحديث ما يقرب من 60 صفحة، موجود في البحوث بتاعتي اللي موجودة مع الناس يعني. فبحث استفت قلبك، أن يقول الخلاصة، يقول الإمام الزبيدي: هذا القلب الذي يستفت قلب مستنير عامر بالذكر، قلب منور وعامل بالذكر، بمعنى إيه؟ المقاييس عنده منضبطة خلاص، وحتى لا يصلح فيه قلب اللي فيه التقوى الشديدة، لا لازم أن يكون الميزان واضح. بمعنى إيه؟ اللي التقوى الشديدة تؤدي إلى بعض الأحيان تؤدي إلى مذهب الخوارج خلاص. وقلت لكم مثال اللي هو ابن صديق الدكتور الريان، واحد من كبار العلماء والأولياء، فكان ليه ابن، فهو الرجل الولي ده بيسبح كل ركعة وكل سجود 11 تسبيح، فبيسأل ابنه مواظب على الصلاة وكل حاجة وحلو، ابنه حلو، فبيسأله: كم تسبح في الصلاة؟ قال: 3 تسبيحات. فهو كتقوى ورع قال له ايه؟ قال لابنه كده: أعوذ بالله منك، انت بتسبح 3 بس، فاهم؟ فالتقوى والورع ده يجر إلى فتح باب، لكن الميزان المعتدل هو ده ايه؟ الميزان الذي يصل به القلب إلى أن يستفتى، بمعنى أنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، ويتورع عن الشبهات بقى. أو ده المعنى إيه استفت قلبك، أي يتورع عن ما فيه شبهة، بس إيه بالمعنى العلم الشرعي اللي هو الباب السابق كله، إنه إيه يكون على علم، يكون ذلك على علم، وليس عن تقوى زائدة ليست نتيجة عن العلم خلاص. بل إن الفقهاء بالنسبة للمثال طبعا إيه الشيخ علامة كبير طبعا، ده صاحب الدكتور ريان ويمكن من أكبر العلماء، لكن أنا قصدي إيه، إن إيه شوف العلماء ما جم تكلموا في فقه الشافعية، عشان أنا شافعي، يقول لك إيه: وأقل التسبيح تسبيحة، وأقل الكمال 3، يبقى اعتبر 3 دول أقل كمال، ما اعتبروش إن هو نقص، واضح ما اعتبروش إن هو نقص، يبقى أقل الكمال 3، ها؟ وأكمل منه 5، وأكمل منه 7، وأكمل منه 9، وأكمل منه 11،
ولا يزيد عن 11 في التسبيح في الركوع والسجود، لان ده الوارد فيه في الاقصى من ورد خلاص. لكن شو قال ايه على الثلاثة؟ اقل الكمال، اللي هو الشيخ بيقول عنه ايه؟ اعوذ بالله منك، لان الشيخ في مقام تاني، في مقام ايه؟ ها الشيخ في مقام حسنات الابرار سيئات المقربين، فبيعتبر المقرب ده بينظر للبر اللي البار ده ينظر ان اللي بيعمله ده سيئات، لانه هو في درجة اعلى، زي الامام الغزالي اما كان بيمر على المجالس التي كتب فيها الفقه واصول الفقه، ها وقال يقول هذه مجالس كنا نعصي لها فيها، نعصي معنى ايه؟ معصية معصية؟ لا، يعني ارتقى الى درجة اعلى، وهي ايه؟ الكلام عن هذا الفن، وهو فن احياء علوم الدين والكتاب الذي كتبه هذا. فده دي درجات وليست معناها هكذا. فالمهم ان القلب يكون اول حاجة ميزانه معتدل، وعشان تعرف قلبك ميزانك ميزانه معتدل ولا لا، ولو على يعني طبعا انه مش دعوه بالمذاهب الاربعة، لكن مثلا ايه؟ انك كل لما تجد مسألة على الشافعية وتعرض ليك مسألة تقول ده اظن ان الراجح فيها كذا، تجد ان الكتب نصت على كده، يبقى الميزان معتدل. كل في كل مذهب من كده، ما يقولش على مذهب الشافعي بس، يعني واحد مثلا مالكي، فكل ما يبحث مسألة يقول انا اظن انها كذا الاول، وبعدين يجد النتيجة موقعة، يبقى عنده ميزان معتدل في قلبه، لان الميزان المعتدل ده واسع خلاص. الميزان المعتدل واسع، الا انه ميزان لازم يكون على الصفر، فلو حصل فيه انحراف كتير تعرف ان ما فيش ميزان معتدل. ذلك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفت قلبك وان افتاك الناس وافتاك. وهو الحديث مبني اساسا على التورع، بس التورع نتيجه عن العلم اولا، ان يعني يكون في علم للمساله اولا، وبعدين تبني عليها الورع بعد كده. نعم. مسألة لو انك اخذت حديثا واحدا وعملت به حياتك كلها نجوت. حديث واحد، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعلم وتعلم. حديث الإيمان ده 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 لو عملت به أهو الذكر والعلم والفكر. حديث تاني لو حديث مثلا إيه؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها أعلاها لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شرحوا العلماء في 20 مجلد الحديث ده، جابوا فيه 10,000 مادة علمية، ها تفيد كل مادة تقترن بإيه؟ بالإيمان. ما معنى كلمة الإيمان؟ ها؟ أي وصف يجي لفعل معين أنه يوصف به المؤمنون يبقى ده من الإيمان، وهكذا. فإذا حديث واحد لو عملت به نجوت، وكل الأحاديث كده. نعم. في نقيضين، في نقيضين لكده، قلنا لك على أحد النقيضين، والنقيض التاني أنه بيستحل الحرام أو يستحل ما غلب عليه الحرام قرب من التحريم، فدول نقيضين طرفي نقيض، واحد بيشدد قوي وواحد بيتساهل قوي. القلب السليم لا بيعمل كده ولا بيعمل كده، وسط، وسطيه. واضح ان هو يعني اديك كامثله، البعيد البعيد لو واحد زني باخته مثلا وكان الزاني بكر، الميزان هنا ايه؟ يقول لك ده انا اقتله، يبقى الميزان فيه انحراف، ما رجعش للشرع ولا المرجعيه الشرعيه، ان البكر ها جلد دماغه وتغريب عام مش قتل، لو قتله يقاد به يقتص به منه. واضح؟ يبقى الميزان هنا مش معتدل، الميزان ما بيغبش، اذا غاب الميزان خلاص انتهى الامر، غاب بغضب شديد، غاب كده، يبقى ما فيش مقياس، ما اقولش انه يستفتي قلبك في اللحظه دي. واضح؟ اذا في طرفي نقيض وفي وسط، الوسط هو المراد خلاص. بس رايح اجابته ولا لا؟ قال نقرأ العبارة على بعضها علشان العبارة حلوة. فيا عجبا، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فيا عجبا كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة. خلي بالك إن هذا في المتعمد، المتعمد بأن يتساهل. واضح؟ متعمد إنه يفضل في شؤم المعصية وفي قسوة القلب، لا يرقق قلب ولا يقرب قلبه من الله تعالى، ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يتفكر في عظمة الله تعالى حتى يرق قلبه، وفي نفس الوقت ماشي في شؤم المعصية، يبقى متعمد كده. ها كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة. واعلم ان دي درجات زي ما قلنا مختلفة، يعني كما قلنا ايه؟ حسنات الابرار سيئات المقربين، فكل واحد بيترقى بيترقى، فاذا وجد نفسه بيترقى وان قلبه بيستقل في بعض الاحيان وانه بيخشع في بعض الاحيان، يبقى ايه؟ ماشي مظبوط، على الاقل ماشي مظبوط، مش انه في خطأ. وكيف يدعى الى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة بنفس المنهج. وكيف يقرب
للمناجاة، أي يقربه الله تعالى لمناجاته درجة عالية مقام عالي، أنك يقربك المولى عز وجل لأن تناجيه ها وتظهر له العبودية والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات؟ لكن لما تيجي بأقدارك ونجاساتك إلى ربي وتقول يا ربي طهرني، يبقى أنت ماشي سليم. طب أنا عندي أقدار ونجاسات. وأيضا أنه يخدم نفسه، قلنا كما قبل الصلاة أنه إيه، من تواضع لله رفعه، كلما تتواضع كلما يرفعك الله تعالى. تواضع لله، ومن باب التواضع لله التواضع لخلقه، ألا تستصغر شيئا، ولا تستصغر شيئا من النعم خلاص، ولا تستصغر شيئا من الابتلاءات إذا أنت صبرت عليها، بأن لك الأجر والثواب والتطهير والرفعة من الله تعالى. ودايما تستصغر نفسك حتى تنجو، كما قلنا إنك أنت لا تعتقد أنك أفضل من حد من الخلق الله تعالى من المؤمنين والمسلمين حتى تنجو، لأنك لو ظنيت أنك أنت أفضل من واحد فقد استصغرته، والاستصغار محاربة، ومن آذى لي ولي ومؤاذاة لذلك الرجل خلاص. أما تستصغره تبقى آذيته، وما تؤذيه في نفسك في قلبك ها فقد آذنت بحرب من الله ورسوله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما تستصغرش شيء من الخلق، وبذلك تنجو أنت. ففي الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه، أي من فمه. وأخرج الترمذي في الزهد وابن عيم في الحلية عن ابن عمر إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. يبقى المعصية لها أثر سيء عند الايه، عند الملائكة تأنف منه وتتباعد. فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل؟ هذا من باب كما قلنا الذي يترك نفسه على الغارب، لا يحاسب نفسه ولا يلتفت إليها ولا يراقب الكلام الذي يخرج منه. فيجب أن يراقب الكلام الذي يخرج منه، كما قال الشافعي الكلمة إذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الكلمة إذا لم تقلها ملكتها، وإذا قلتها ملكتك، أصبح يجب عليك أن توفي بها خلاص. لكن لما تقولها تبقى أنت اللي مالك لها، عندما لا تقول الكلمة ولا تخرج منك تبقى أنت المتحكم فيها. وكما قلنا الترتيب الصحيح أو ده من الميزان، خد من الميزان عندك. الترتيب الصحيح أن الأول الفكر بالعقل، ثم العرض على القلب، ثم الفعل خلاص. الفكر بالعقل فتعرض الأمر على العقل، ثم تعرضه العقل يعرضه على القلب، لأن القلب هو الحاكم والميزان. إلا القلب السليم ده استفت قلبك، وبعد كده بعد القلب الفعل. فالناس تعكس هذا الأمر ولا تراعي الترتيب ده، والترتيب ده مهم جدا. إذا قبل أن تنطق فكر. فإذا كان ها النظر إلى المصلحة والمفسدة بالنسبة للشخص نفسه، يبقى عقلك كده، وبعدين هتعرضه على القلب اللي هو ميزان الشرع. القلب، لأن القلب بتعرفه إيه في اللو في عند أهل الفن، اللطيفة المستنيرة المدركة العالمة المؤمنة، فتعرضه على الملك اللي هو الإيه، القلب. هما دايما يمثلون القلب بالملك في عند أهل الطريق غالبا كده. وبعد ما تعرضه على القلب، القلب هيحكم عليه، يبتدي يصدر الأوامر لإيه، للجوارح إنها تنفذ، وليس العقل هو اللي فوق القلب. لا، العقل أولا ثم القلب ثم الجوارح. لكن لو عملت أي عكس في المراحل دي يبقى في اختلال، واضح؟ فما تيجي تتكلم شوف هتقول إيه. أما تيجي تتكلم في الغضب اسكت أحسن، اسكت خالص وقت ما إيه تحس بالاطمئنان والهدوء النفسي، بعد كده اتكلم ماشي. ما لا تتكلم عن نتيجة غضب أو عن نتيجة شعور، لا، جنب الشعورات أولا أو جعلها ليست مؤثرا أساسيا في الكلام أو في الفعل. وبعدين اعرض الفعل والكلام على القلب على العقل، ثم اعرضه على القلب، ثم القلب يصدر الأوامر بالتنفيذ. ما هو القلب هو يعني نائب عن العقل في ذلك، يعتبر القلب هو ملك المملكة كما قلنا. فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل؟ خلاص. لكن هذا لا يقتضي ان احنا ما نذكرش ولا نتقرب، لا، انما طالما انك انت بتجاهد وبتجاهد نفسك وبتحاول تستقيم ها كما امرت كما ورد، يبقى خلاص انت ايه، اعمل كل شيء. فالامر مش ان انا بعمل ايه تخلية فقط لغاية لما انتهي من التخلية
وبعدين انتقل للتحليه فقط وابقى في مجال تحليه وبعدين في مجال تاني بعدين يحصل التجلي، لا اقول لك امشي في التخليه والتحليه واترك التجليه لله تعالى. فدايما الاثنين ماشيين مع بعض، التخليه والتحليه. فمش هقول ايه لازم اخلي نفسي خالص من اي المعاصي وابقى معصوم عشان ابتدي انتقل للطاعات، اقول لا امشي في الطاعات وامشي في ترك المعاصي واسلك الى الله تعالى، والله عليه المدد سبحانه وتعالى والوهب بالتجلي سبحانه وتعالى. ما تخافش جاي. الله. فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل؟ فلا جرم اي حقا، كلمه لا جرم اي حقا، لا يكاد يجد المصر على العصيان توفيقا، ولا تخف أركانه بعبادة الله تعالى. طبعا عندي هنا أركانه غلط، هي لا تخف أركانه مش كده فاعل. فلا جرم لا يكاد أي حقا لا يكاد يجد المصر على العصيان توفيقا، المصر على المعصية تجد ايه ان جسمه لا يساعده على الطاعة، يثقل على الطاعة، ماشي، يثقل عليه الطاعة طالما انه مصر على المعصية. ولا تخف اركانه لعبادة الله تعالى، الاركان يبقى عندها ثقل في العبادة. فان اتفق اي ان هو خفت اركانه على العبادة فبكد لا حلاوة معه ولا صفوة، اي بمشقة شديدة تكاد تجعله يترك العباد. ده ايه المصر على المعصيه، ده كل حال المصر على المعصيه. فان اتفق اي انه خفت اركانه للعباده، خفف قليلا كده بان شرع في العباده، فبكد يجد مجهود شديد خلاص، لا حلاوه معه ولا صفوه. وكل ذلك لشؤم الذنوب وترك التوبه، ده بسبب شؤم الذنوب وإيه الإصرار عليها وترك التوبة إلى الله تعالى. ولقد صدق من قال إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول قد كبلتك خطيئتك. ولقد صدق من قال إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول أي مقيد، قد كبلتك أي قيدتك خطيئتك، إن الخطيئة بتمنع من إيه؟ من الطاعة. ده أخرجه أبو نعيم في الحلية عن إيه؟ عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه أي هذه الجملة هي هذه العبارة يعني. قال والثاني من الأمرين أي في التوبة إنما تلزم شأن التوبة يعني لما تلزمك. قال والثاني من الأمرين إنما تلزمك التوبة لتقبل منك عبادتك، فإن رب الدين لا يقبل الهدية، وذلك أن فإن رب الدين لا يقبل هدية يعني المديء الدائن لا يقبل هدية، رب الدين أي الدائن لا يقبل هدية، هو عايز ترد له دينه أولا خلاص، اللي هي أولويات اللي هي تقديم الفرائض على النوافل خلاص. فإن رب الدين لا يقبل الهدية، واحد أنت مدين له فجيت تدي له هدية مش هيقبلها منك، يقول له أنا عايز الدين بتاعي اللي هو الفرض اللي عليك أولا، أدي ما عليك من الفرائض أولا ثم بعد كده هديني أو تصدق خلاص. وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم، وعامة العبادة التي تقصدها نفل، معظم العبادة نوافل خلاص، والتوبة عن المعاصي فرض. التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم من ضمن أقسام التوبة عن المعاصي إيه؟ إرضاء الخصوم اللي انت ايه اذا كان لهم حق متعلق بتوبتك، اذا كان التوبة لها تعلق بحق آدمي فيجب ارضاؤه، وارضاء الخصوم فرض، ده فرض التوبة عن المعاصي وارضاء الخصوم فرض، فرض لازم. وعامة العبادة التي تقصدها نافل، بيذكر كتير لكن بيغتاب الناس، يذكر كتير لكن عنده عجب ونميمة وبهتان وما الى ذلك، كل ده ما ينفعش.
او بيصلي النوافل ولا يصلح القلب، لا ما ينفعش. وعامة العبادة التي تقصدها نفل، فكيف يقبل منك تبرعك والدين عليك حال لم تقضه؟ فكيف يقبل تبرعك وتنفلك ها والدين الفرض عليك حال، أي حل وقته وأجله ها لم تقضه، وأنت لم تقضي ما عليك من الدين. بالضبط زي واحد مدين ويروح يتصدق، أقول له لا. طب ما يقول لي أنا خايف الناس تقول عليا بخيل. ما ترعيش الناس، راعي ربنا خلاص. لا تتصدق وأنت عليك دين، فالأولى وفاء الدين، الأوجب وفاء الدين عليك أولا خلاص، فأدي الفرائض التي عليك. ومن الفرائض إصلاح القلب طبعا بالنسبة لما نتكلم فيه، فأدي الفرائض أولا، فإذا انتهيت من أداء الفرائض والديون التي عليك تنفلت. لكن لا تتنفل وأنت عليك فرض كأيك الذي لا تتصدق وأنت عليك دين، فتصدقك قد لا يقبل من الله تعالى. وكيف تترك لأجله الحلال والمباح وأنت مصر على فعل المحظور والحرام؟ كيف تترك الحلال والمباح وأنت على فعل المحظور وأنت مصر على فعل المحظور والحرام؟ هنا بيتكلم، خلي بالك كلام الإمام عالي، يتكلم عن المصر على المعصية. عشان إيه؟ اللي مش مصر على المعصية دي وبيقلع عنها وبيتوب يبقى ده شأنه غير اللي المسألة اللي احنا فيها خلاص، يبقى ده مظبوط ماشي كويس. وكيف تترك لأجله الحلال والمباح وأنت مصر على فعل المحظور والحرام؟ وكيف تناجيه سبحانه وتعالى وتدعوه وتثني عليه وهو العياذ بالله عليك غضبان؟ فهذا ظاهر حال العصاة المصرين على المعصية والله المستعان. ده ظاهر حال العصاة المصرين خلاص، فهم في غضب الله. واحد مرتكب بالكبيرة ومواظب عليها وما بيحاولش يجاهد نفسه ولا انه يخلع عنها، ده في غضب الله. طب ما هو شكله زي الورد كده وبياكل كويس وزي الفحل ووشه بناء ووشه في دم، ده كله الصالح ينظر اليه فيرى ظلمه، الصالحين يكشف عنهم فينظر الى وجه هذا الرجل يرى ظلمه. ها بوش مثلا، ما كان وشه حلو كده لكن شبه القرد بالظبط بالظبط. حتى بعضهم راس، انا قلت ده شبه ايه شبه ايه، لغايه لما بعضهم صوروا في صوره قرد بالفعل خلاص، لكن ايه شكله جميل وشعره اصفر ووشه ابيض وفي دم، لكن ايه عليه غضب ربنا ماشي. هو ويطلب العون من الله تعالى والاستغفار والتوبه، يشتغل في الاذكار ويشتغل في الطاعه وما الى ذلك. ها هل العمل هل الاستمرار على المعصيه يعني ذلك ان توبته السابقه؟ لا لا لا، قلنا طالما حصل توبه بتمحو الذنب اكيد قطعا بتصديق بقول الصادق المصدوق وبعد الله تعالى، التوبة تجب ما قبلها تمسح. فهو عليه ايه الشيطان هيلعب بيه، يجي يقول له لا ده ما تمسحتش، يقول له لا اتمسح، انا مصدق رسول الله ومصدق الله ومش مصدقك انت مكذبك. ما هو هيجي يذكره حتى بعد ما يتوب ويعرض. درجة سيدنا نور الدين يقول ايه، والدرجة الثانية في التوبة ان يعتقد انه لم يذنب، لم يرتكب الذنب اصلا. بعد كده عشان ايه الشيطان يجي يقول له انت ارتكبت وانت اقترحت وانت كذا، فعشان بعد ما هو اقلع وتاب توبه نصوح وبالفعل ما بيرجعش في الذنب، هيجي الشيطان يلبس عليه الامر يقول له يرد عليه يقول له ايه ده ربنا قبل التوبه ومسح الذنب خلاص، انا هصدقك انت واكذب ربنا او اصدقك انت واكذب سيدنا صلى الله عليه وسلم، التوبه تجب ما قبلها تمسح تمام خلاص. رجع تاني ده ذنب جديد بقى ملاش دعوه بالتوبه، طالما ان التوبه توفرت فيها الشروط اللي احنا هنذكرها هنا يبقى ايه ما يبقى خلاص توفرت فيها الشروط، يبقى مسح الذنب بوعد الصادق المصدوق وبوعد الله تعالى خلاص. قل للذين كفروا حتى التوبه عن الكفر، قل للذين كفروا ان يتوب يغفر لهم ما قد سبق ها، وان ورد في الحديث التوبه تجب ما قبلها اي تمسح وتمحو ما قبلها. يعني هل هذا حال العصاة المصرين بلا توبه بلا توبة ومستهترين بالمعصية ومقصرين توبة أو إنابة أو حتى تذكر. كأن الشيخ يشير إلى هنا أنهم في حالة الغفلة قبل ذلك، فيجب أن ينتبهوا من الغفلة إلى التوبة خلاص. مدارج السالكين كما ذكر ذلك في مدارج السالكين وأيضا المتن بتاعه. فإن قلت فما معنى التوبة النصوح وما ينبغي للعبد أن يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها؟
اللي هو فمعنى التوبة النصوح الإشارة إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. خلاص خلاص. وما ينبغي للعبد أن يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها، فأقول إنما التوبة، أما التوبة فإنها سعي من مسائل القلب. الله، إن هي ده حاجة قلبية مش جوارحية، فلا ينبعث الجوارح إلا بعد انبعاث القلب في التوبة أولا. فالأول يبقى القلب أولا. شوف الشيخ بينبه ويوضح على معاني دقيقة جدا. أما التوبة فإنها سعي من مساعي القلب، أي مقاصد القلب التي يسعى فيها ها ويسير فيها، أي عمل من أعماله. وهي عند التحصيل في قول العلماء رضي الله تعالى عنهم تنزيه القلب عن الذنب. الله. وهي عند التحصيل، أي تحصيل التوبة حتى نحصلها، ها في قول العلماء رضي الله تعالى عنهم تنزيه القلب عن الذنب، لأن إذا لم يتب القلب لم تتب الجوارح. ها الملك ما تابش، يبقى الجوارح ايه؟ اتباع. والعقل ايضا، خلاص العقل قد يكون معوج، الميزان بتاعه معوج نظر الى المصلحه المطلقه او المصلحه الشخصيه اللي هي مصلحه النفس. المصلحه المطلقه انا افعل اللي انا عايزه طالما في مصلحه ليا، خلاص اسرق ما فيش حق راعي ليه ارعى شيء، ده العقل يوجهك كده. خلاص افعل ما استطيع ان انا اتحصل عليه من حلال او حرام، خلاص. فده ايه؟ ده العقل المحض من غير ما يكون ايه عنده عقل رشيد، خلاص من غير رشد العقل يعتبر سفه عقلي، خلاص. وهي عند التحصيل في قول للعلماء رضي الله تعالى عنهم تنزيه القلب عن الذنب، ان انا ايه اطهر القلب من الذنوب، لان القلب بعد كده ينبعث والعقل بيكون تابع للقلب. زي ما قلنا العقل ده وزير، الوزير الناصح، وزير ناصح ولا مش ناصح، لكن القلب هو الحاكم. فلما ينزه القلب عن الذنب ده لازم الوزير الناصح ده او ما كانش ناصح هيبقى ناصح، لانه منقاد. ده لو اعتبرنا الترتيب السليم، خلاص ان القلب هو الملك والعقل ده وزير، خلاص. والجوارح عباره عن ايه؟ الخدم والجواسيس وما الى ذلك كما قال الامام. قال شيخنا رحمه الله تعالى في حد التوبه، هنا الشيخ قال اللي هو الشيخ مين؟ لا ابو بكر الترسوسي كما في سراج السالكين، لكن هو له شيخ قوت القلوب ابو طالب المكي، وله بقى مشايخ كتير، فالتربيه بتاعته كانت ايه؟ ابو طالب المكي. قال شيخ ابو بكر الترسوسي كما في سراج السالكين رحمه الله تعالى. ايه سراج السالكين ده؟ اظن هو له كتاب اخر كان كتب في المقدمه ان كتاب في التصوف ايضا مما كتب في اخر حياته. بالتالي في كتاب تاني برضو الإمام الغزالي في التصوف كان ذكره في المقدمة، بس أنا مش مطلع عليه دلوقتي. قال شيخنا رحمه الله تعالى في حد التوبة إنه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلا صورة تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه، فلها إذن أربعة شرائط. الترسوسي في كتاب سراج السالكين أنه حد التوبة، أي حد تعريف التوبة، يعني أنه ترك اختيار ذنب، اختيار قلبي بقى، سبق مثله عنه، اختيار قلبي وجوارحي في نفس الوقت، الاختيار يترك الاختيار في فعل المعصية بالقلب وفعل المعصية بالجوارح. ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه، أي عن الشخص نفسه، منزلة لصورة. مظبوط، يبقى النسخة هنا في منزلة لصورة، بل وترك الصورة أيضا، يعني مش المنزل بس، المنزلة أي في القلب، يعني تعظيما لله تعالى، منزلة تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه، بل انهم كما منزلة لا صورة. هذا يعني بل كانوا ايضا يعني الاولياء الاكابر كانوا يعني يعظمون شأن صورة المعصية في الكون وان كانت من غير ذنب، شأن صورة المعصية في الكون. ف
فلا يريدون أن تقع صورة المعصية في الكون، لأن لو كانت المعصية الأمر إما أن يكون خطأ أو خطيئة، فالخطأ معصية لكن مش الإنسان لا يؤخذ به، الخطأ عن غير قصد وعمد والخطيئة عن قصد وعمد. فلو الإنسان أخطأ ما هو مخالفة شرعية لكن لا يأثم بها، ولو خطئ يبقى يأثم بالخطيئة لأنه تعمدها بقلبه، لكن لو خطئ يبقى صورة المعصية كمان لا يريدون أن تقع في الكون. فمثلا لما تلاقي سيدنا الحسن البصري سرق أحد منه تمر أو سرق منه شيئا، فأقل ويجري السارق فهو يخرج وراءه ويقول إيه، لقد ملكتكها لقد ملكتكها، حتى لا تقع المعصية في الكون، واضح. وكانوا والعلماء الفقهاء أيضا يقول إيه، مثلا الصبي قبل البلوغ، ما هو العلم ده مش كواحدة، يقول لك الصبي قبل البلوغ لو فعل المعاصي والكبائر لا يجري عليه القلم، لكن يصدر من وليه لوقوع صورة المعصية، ها، لأنه لا يجري عليه القلم مش هيتحاسب ولا هيبقى ذنب، لكن وقوع صورة المعصية هذا يسجر لذلك وجوبا من وليه، يجب على وليه أن يؤدبه، وإن كان مش يجري عليه القلم ولا يأثم به، لكن يجب على وليه أن إيه يؤدبه ويربيه ويسجره عن صورة المعصية. فهنا إيه، أي كأنه يريد بذلك أنه يسبق منزلة القلب قبل أن تسبق منزلة الانتهاء عن صورة المعصية في الإيه في الخارج، فيكون إيه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه عن نفس الشخص، يعني منزلة أي في القلب لا صورة أي على الجوارح، تعظيما لله تعالى أي أن تسبق المنزلة القلبية على الصورة الخارجية، لأنه لن تتحقق الزجر للصورة الخارجية إلا بعد منزلة القلب طبعا، تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه. فلها إذن أربعة شرائط، أحد إحداها ترك اختيار الذنب. شوف الشيخ دقيق جدا، يقول لك اختيار الذنب يعني أنت مختاره فيه، واضح. ما يجيش واحد يقول لي يتلكك يقول لي كان الله أمر الله قدرا مقدورا، أقول له آه ماشي، بس أنت اللي اخترت الذنب، ها. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ها، وهديناه النجدين، خلاص. ترك اختيار الذنب يعني ده في اختيار في الذنب اهو، ده كلامه عالي جدا الشيخ عشان يبين واحد يقول ايه انا مذنب بس انا مش مختار عايز يهرب، اقول له لا ما تهربش. وهو ان يوطن قلبه ويجرد عزمه على انه لا يعود الى الذنب البتة اي قطعا. وترك اختيار الذنب هو ان يوطن قلبه اي يجعل قلبه متلبسا بهذه الحالة على صفة الدوام، أي يقرر العبد السالك قلبه ويجرد عزمه أي يعزم عزما مؤكدا قاطعا على أنه لا يعود، أي يخلص قلبه أيضا على أنه لا يعود إلى الذنب البتة أي قطعا. فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنه ربما يقع له العود، فإنه ممتنع من عن الذنب غير تائب منه. فإنه ممتنع عن الذنب، عندك كده مظبوط، غير تائب منه. فأما إن ترك الذنب، نفس القواعد العلمية العقلية اللي موجودة عند العلماء، مفهوم المخالفة زي ما احنا بنشرح في البجول. فأما إن ترك الذنب وفي نفسه، إذا ما كانش تركه البتة وقاطع بأنه يوطن قلبه ويجرد عزمه يقطع بالعزم على عدم العود، ها، فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود، ما قطعش ما جردش العزم ما أخلصش العزم بشرط بقى عزم قاطع على عدم العود، اللي هو يعبر عنه الفقهاء والإمام النووي يقول إيه، والعزم على عدم العود. العزم معنى إيه؟ انعقاد القلب على عدم العود، ها، انعقاد القلب، فده معنى العزم الفقهي أيضا عند الفقهاء، العلوم كلها مش كده واحدة. فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود إليه، يبقى ما عزمش أو لا يعزم على ذلك بل يتردد في الذنب العود وعدم العود، فإنه ربما يقع له العود، فإنه ممتنع عن الذنب.
غير تائب منه. هنا هو مش تائب من الذنب في هذه الصورة، أي ممتنع عن التوبة من الذنب، وتوبته كده مش صحيحة، ناوي يعود، ناوي ولو 1%. والثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله، إذ لو لم يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب. ألا ترى أنه يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا عن الكفر، ولا يصح القول بأنه كان تائبا عن الكفر إذ لم يسبق عنه كفر بحال، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان تائبا عن الكفر لما سبق عنه، ها لما سبق عنه ذلك، هنا لم هنا مكتوب دماء، لما سبق عنه ذلك. طيب، والثانية من التوبة، من أمور التوبة، أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله، إذ لو لم يكن يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب. عايزين يخرج مسألة التقوى دي، إن هو إيه ما كانش فيه خلاص. ألا ترى أنه يصح القول يعني معنى إيه، حصل منه الذنب مرة واحدة عشان يحصل منه توبة، واضح؟ حصل منه ذنب عشان يحصل منه توبة. طب والتوبة عن غير ذنب دي حاجة تانية، ها توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة عن غير ذنب ده شأن إيه المرتقين، يعني اللي إيه التوبة عن غير ذنب اللي هي مطلوبة أيضا، هي أن تتوب عن إيه، عن جميع الذنوب اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش على سبيل الإجمال بدون تحديد ذنب معين. لكن هنا لما تكون توبة عن ذنب بعينه يبقى لازم يسبقها فعل الذنب اللي انت هتتوب عنه ده، ولا إلا ما يبقاش فيه ده أصلا، لو كنت ما أذنبتش أصلا فكيف تتوب عن ذنب انت ما عملتوش؟ واضح ده معنى المتقي. والثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله، أي سبق أنه وقع في ذلك، سبق أنه وقع في ذلك الذنب، إذ لو لم يسبق عنه مثله لم يقع فيه لكان متقيا، أي إيه من أهل التقوى، متقي للذنب بعيد عنه غير تائب، مش محتاج توبة من الذنب اللي انت ما فعلتوش. واضح؟ ألا ترى أنه يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا عن الكفر، لم يصب بالكفر ولم يسبق له حال كفر رضي الله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ولا يصح القول بأنه كان تائبا عن الكفر إذ لم يسبق عنه كفر بحال، ها لم يسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بحال من الأحوال، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان تائبا عن الكفر لما سبق، لما سبق عنه ذلك، سبق عنه كفر وبعدين أسلم، يبقى تائب عن إيه؟ كل الذين كفروا إن يتوبوا يغفر لهم ما قدر، أي يسلموا يعني ويؤمنوا يغفر لهم، يغفر لهم الذنوب. والثالثة يبقى بيتوب التوبة العامة، توبوا توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة عامة وتوبة مخصوصة، توبة مخصوصة عن ذنب مخصوص، وتوبة العامة دي اللي هي المطلوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فوصف المسلمون المسلمين بأنهم يتوبوا جميعا، والحديث بقى بيدل على العموم ده، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم لما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم اللي أنا معرفوش، استغفر منه خلاص. ففي أو الاستغفار توبة أيضا، معنى الاستغفار والتوبة بمعنى واحد. والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة. طيب، والثالثة إذا لم يسبق، أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة. ألا ترى أن الشيخ الهرم الفاني الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة، إذ لم يغلق عنه بابها، ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق، إذ هو لا يقدر الساعة على فعل ذلك، فلا يقدر على ترك اختياره، فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن منه، لكنه يقدر على فعل ما هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالكذب والقذف والغيبة والنميمة، إذ جميع ذلك معاصٍ، وإن كان الإثم يتفاوت في كل واحدة بقدرها، لكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة
وهي دون منزلة البدعة، ومنزلة البدعة دون منزلة الكفر، فلذلك تصح منه التوبة من عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مضى من الذنوب التي هو عاجز عن أمثالها اليوم في السورة. ماشي، دقيق الشيخ العلامة، كبير دقيق الشيخ العلامة. يقول الثالثة أي من شروط التوبة ها أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة، ده باعتبار أن نفترض أن عنده القوة فهيترك برضو في الصورة، الصورة الخارجية للإيه؟ للمعصية. فلو كان عنده القوة وتاب عن قرب وكان مستطيع من نفس المعصية يبقى هيتحقق التوبتين، المنزلة والدرجة، يترك الاختيار، ترك الاختيار أي الاختيار القلب، واضح؟ ها لا وفي نفس الوقت في الصورة، ألا ترى أن الشيخ الهارم الفاني الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق، أصبح هارم فاني مش قادر لا يزني ولا يقطع الطريق، ده معنى إيه المقصود بالهارم الفاني، إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة، أي يجوز أن يتوب، مش شرط أنه يكون قادر على نفس المعصية، واضح؟ كأنه أراد بعدم الصورة هنا عدم اشتراط القدرة على فعل المعصية، لا يشترط فيها في التوبة أن تكون قادر أو غير قادر على فعل المعصية، ينفي إيه معنى القدرة على صورة المعصية، إيه كلمة لا في الصورة أي لا يشترط أن يكون قادرا على فعل المعصية أو غير قادر، بل يتوب وخلاص. خلاص، ألا ترى أن الشيخ الهارم الفاني الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك فهو عاجز عن الزنا الآن وعن قطع الطريق لأنه شيخ هارم فاني، تمكنه التوبة أي يجوز له أن يتوب ويتمكن من التوبة لا محالة، إذ لم يغلق عنه بابها، باب التوبة لم يغلق باعتبار لم تخرج الشمس من مغربها ولم يغرر، لسه في نفس بيتكلم. خلاص، ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق، مفيش ترك اختيار لأنه منعدم ما فيش اختيار له في الزنا لأن لا يستطيع. أنا ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق، ها ليه؟ لأنه غير قادر عليه، فهو هنا إيه مجبر على قطع، على ترك الزنا وعلى ترك قطع الطريق، مجبر ما عندوش اختيار، ورغم عدم الاختيار إلا أنه إيه يصح منه التوبة. ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق إذ هو لا يقدر الساعة على فعل ذلك، لا على الزنا ولا على قطع الطريق، فلا يقدر على ترك اختياره. ترك الاختيار مبني على وجود الاختيار أولا وهو غير موجود، ترك الاختيار ها هو مبني على وجود الاختيار أولا، إنه مش مستطيع الزنا يبقى كيف يترك اختيار الزنا وغير مستطيعه. خلاص، فلا يقدر على ترك اختياره لأنه غير ليس في مقدوره، مش مختار، فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه، فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه أصلا، يبقى الترك ده يا جماعة نتيجة الاختيار، وده الفرق بين مسألة الترك ومسألة عدم الفعل، عدم الفعل عدم، والترك يبقى فيه إيجابية واختيار وبعدين أنا تركت. النية كالنية مثلا. ولذلك ألف السيد عبد الله بن الصديق الغماري رسالة في ذلك عشان يفرق بين معنى البدعة ومعنى المعاني الأخرى، أن نهاية الدرك في مسألة الترك. خلاص، إن الترك ده نتيجة ترك فعل قلبي، أما عدم الفعل ده ليس فعل ولا بالقلب ولا بالجوارح، الترك نتيجة كان فيه اختيار في القلب ثم ترك، فده فعل من أفعال القلب. خلاص، بخلاف الإيه عدم الفعل ده عبارة عن عدم. خلاص، فلا يقدر على ترك اختياره لأنه ما فيش اختيار أصلا، فلا يصح وصفه بأنه تارك له أي للاختيار ممتنع عنه ها وهو عاجز عنه لأنه عاجز خلاص غير متمكن منه، لكنه يقدر على فعل ما هو مثل الزنا. فالتوبة هنا بتصدق بإيه؟ بأنه بيتحقق التوبة دي بالإقلاع عن المعاصي الأخرى. فإزاي أعرف صدق التوبة أو قبول العمل؟ بالترقي، بترك المعاصي كلها بقدر إمكانه، طبعا يخلع عن معصية أخرى ثالثة رابعة، خلاص
فيدل ده على صدق توبته الاولى بالنسبه للمعصيه التي عجز عنها حتى، خلاص لو غير مختار فيها. فلا يصح وصفه بانه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه، لان العجز يقتضي عدم الاختيار غير متمكن منه، لكنه يقدر على فعل ما هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزله والدرجه كالكذب والقذف والغيبه والنميمه. يقدر على حاجات تانيه وقد تكون اكبر، خلاص، اذ جميع ذلك معاص، وان كان الاثم يتفاوت في كل واحده بقدرها، لكن جميع هذه المعاصي الفرعيه كلها بمنزله واحده، وهي دون منزله البدعه. كل المعاصي دون منزله البدعه. طيب، ومنزله البدعه دون منزله الكفر، فلذلك تصح منه التوبه من الزنا، ولذلك تصح منه التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مضى من الذنوب التي هو عاجز عن أمثالها اليوم في الصورة، خلاص، لأنه عاجز في الصورة، ده معنى كلمة الصورة التي ذكرها الشيخ. ومن باب أولى هتصح عمن هو مختار فيه، من باب أولى هتصح عما هو مختار فيه ومستطيعه، لأنه له اختيار. لو كان المعاصي التي لا له اختيار الآن فيها يصح التوبة عنه فما لك المعاصي التي له اختيار فيها الآن، ها، فتكون التوبة أشد وأصح. واضح؟ فده من مفهوم المخالفة يعني. والرابعة أن يكون ترك اختياره لذلك تعظيما لله عز وجل وحذرا من سخطه وأليم عقابه، مجردا لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء أو صيت أو جاه أو ضعف في النفس أو فقر أو غير ذلك. فهذه شرائط التوبة وأركانها، فإذا حصلت واستكملت فهي توبة حقيقية صادقة. ده هو ده الشيخ اللي أنا كنت بدور عليه، إنه قال أربعة هم. الرابعة أن يكون ترك اختياره لذلك تعظيما لله عز وجل. ما يتركش الشيء الاختياري ده اللي هو المعصية، ترك اختياره للمعصية دايما، ها، مقدر المعصية. لذلك تعظيما، ترك اختياره لذلك، أي لذلك الشيء اللي هي المعصية، تعظيما لله عز وجل وحذرا من سخطه وأديم عقابه، مجردا عن إيه؟ أيضا ورجاء في رحمته ورضوانه وطمعا في منه وكده يعني ووده، خلاص، مجردا، بيكون بالمعنى المجرد ده في هذا المعنى، يجب التجريد هنا، لا لرغبة دنيوية، ان ايه، اما اترك المعاصي ربنا هيصلح لي الدنيا، ما لا، ده هنا دي رغبة دنيوية، او رهبة ان الناس كده هتقول ان ده بقى كويس وتابوا الى الله وبقى استقام، او طلب ثناء من الناس، او صيت، ان يكون لي صيت يعني ايه، مقام عند الناس، ها، او جاه، أو ضعف في النفس، إن طلبها نتيجة النفس ضعفت، أو فقر أو غير ذلك. ما يكونش إيه، أنا هتوب عشان أنا خلاص مش قادر أعمل معصية، ما ينفعش، لا، لازم التوبة تكون لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ها، أو فقر، عجز، أو غير ذلك. فهذه شرائط التوبة وأركانها، فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة واستكملت، أي استكملت الأربع شرائط، فهي توبة حقيقية صادقة. طيب، يبقى إيه بيكون إيه يعني إيه الندم؟ ده المراد بالشرط الرابع ده معنى كلمة الندم القلبي، يندم على ترك الاختيار ندما لله تعالى. واضح؟ فإذا كان لأي مصلحة أخرى، ولذلك لا تصح توبة من منع من المعصية لمانع. واحد راح يسرق فقبضوا عليه، ما تابش، لأن توبته مش مقبولة، لأنه المانع له ليس النفس، ليس الاختيار، ترك الاختيار، إنما لو ترك لا يختار السارقة، اختار المعصية. واضح؟ وأما مقدمات التوبة فثلاث، أحداها
ذكر غاية قبح الذنب. وأما مقدمات التوبة اللي هي الشيء اللي بتدفعك للتوبة، ما يتقدم التوبة من دافع لها، ها، فثلاث: إحداها ذكر غاية قبح الذنوب، أن تذكر أن هذا الذنب قبيح في حق الله تعالى وتخالف نفسك في ذلك. بمعنى إيه؟ النفس تحب المعصية، ها، لكن أنت تستقبح ذلك بنفسك لأن الله قبحه، لأن الله قبحه، مش التحسين والتقبيح العقلي، لأن الله هو الذي قبح ذلك الشيء. فإيه؟ ذكر غاية قبح الذنوب، أنها قبيحة عند الله تعالى، خلاص، وإن كانت محبوبة إلى نفسك فتخالف النفس فيها هنا. والثانية ذكر شدة عقوبة الله عز وجل وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به، أنك تتذكر شدة عقوبة الله عز وجل، ها، وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به، وكفى بك أن تحس بالبعد عنه سبحانه وتعالى، فتحس أنك أنت تتألم من البعد عنه سبحانه وتعالى. والثالثة، أي مما يتقدم التوبة، ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك، فإن من لا يحتمل حر شمس ولا لطمة شرطي ولا قرص نملة كيف يحتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبانية ولسع حياة كأعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت من النار في دار الغضب والبوال، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وعذابه. فإذا وضبت على هذه الأذكار وعاودتها آناء الليل والنهار فإنها ستحملك على التوبة النصوح من الذنوب، والله الموفق بفضله. والثالثة، أي مما يتقدم التوبة، مما يساعدك على شحذ الهمة بالتوبة، ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك، أي في النار والعياذ بالله تعالى، فإن من لا يحتمل حر شمس ولا لطمة شرطي ولا قرص نملة كيف يحتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبانية، ها، نار جهنم إنها أوقد عليها حتى احمرت ثم بيضت ثم اسودت، خلاص، والعياذ بالله تعالى. وضرب مقامع الزبانية، أي خزنة جهنم، ولسع حياة كأعناق البخت، الحية تخنها زي عنق الجمل، عنق الجمل، شوف بيبقى كده، يعني زي الأناكوندا بالظبط، والعياذ بالله تعالى. وعقارب كالبغال، العقرب زي قد البغل بالظبط، خلقت، هو أكبر من الحمار، يعني عقرب أكبر من الحمار، خلقت من النار في دار الغضب والبوار، والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وعذابه. فإذا وضبت على هذه الأذكار جعل تذكر الأسباب السبعة، ها، والشرائط، ها، كأنها أذكار تتذكرها، وعاودتها آناء الليل والنهار فإنها ستحملك على التوبة النصوح من الذنوب، والله الموفق بفضله. يبقى ده الطريق، الخطوات التي يسلكها الإنسان حتى يتوب توبة نصوحة. ونلخصها كده بالترتيب، بقى إيه؟ إن احنا نقدم الأول المقدمات ثم الشرائط. فأول المقدمات في التوبة، أولا اليقظة، طبعا دي سابقة، وإن تحس إن في ذنب، وإنك من لمن أذنبت في حق من؟ في حق الله تعالى، فتستعظم غاية قبح ما فعلت من الذنوب وعظم ذلك الشأن والأمر في حق الله تعالى. تاني حاجة تذكر شدة عقوبة الله تعالى وآليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به، وتالت حاجة قلة حيلتك في دفع ذلك العذاب عنك، ها، قلة حيلتك في دفع ذلك العذاب. التوبة، أي ويلا، ذكر غاية قبح هذا الذنب وتعظيم شأنه في حق الله تعالى، والثانية ذكر شدة عقوبة الله تعالى، والثالثة ضعفك في عدم تحمل تلك العقوبة، فتنبعث نفسك إلى إيه؟ شروط التوبة بعد ذلك، بأنها إيه؟ أن تترك الاختيار القلبي، ها، بعد وأن يكون قد سبق الشرط الثاني، أن يكون قد سبق ذنب عشان تتوب منه،
والشرط الثالث أن يكون إيه؟ يترك الاختيار في المنزلة والدرجة لا في الصورة. فلا يشترط إيه؟ ترك الاختيار في الصورة، ها؟ بمعنى إيه؟ الذي ضعف عن الذنب يجوز أن يتوب، خلاص؟ فلا يشترط فيه أن يتوب إيه؟ إلا بس في المنزلة والدرجة، بمعنى إيه؟ الذنوب بقى تانية تتركها، وده معنى صدق التوبة أنك تقلع عن الذنوب كلها. والشرط الرابع من شروط التوبة أن يكون ترك الاختيار لله تعالى إخلاصا له وتعظيما لشأنه عز وجل، وحذرا من سخطه وأليم عقابه، من غير أن يكون ذلك مقترن بإيه؟ الضعف. حتى لو ضعفت تقول في توبتك: يا ربي لو كنت قادر على المعصية لتركتها من أجلك، لتركتها من أجلك. يا ربي لو كنت قادر على المعصية، أنا بقيت عاجز عن المعصية هو دلوقتي، ها؟ ففيش اختيار، لكن لو اعتبرت أني مقترن في المعصية لتركتها من أجلك يا رب، فتصح توبته وينبعث، يتشحن كده، يذكر السبع أشياء دول فيتشحن ويمضي في طريقه. ربنا يتوب علينا توبة نصوحة يقبلها منا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر منا العيوب، واجمعنا مع الحبيب المحبوب صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.